من أسماء المسيح في المزمور الثاني، أول اسم مسيح، ثاني اسم ابن الله، ثالث اسم ملك الملوك. ولقد تم هذا المزمور بنبوءات في مخلصنا ربنا يسوع المسيح، والرسل حينما رفعوا صلاة إلى الله بنفس واحدة بعد معجزة شفاء المقعد من بطن أمه الذي شفاه بطرس وكان يجلس عند باب الهيكل الجميل، صلوا رفعوا صلاة قالوا له: أيها السيد، أنت هو الإله أصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. وخلي بالكم كلمة قدوس دي من الألقاب التي لا تطلق إلا على مين؟ على الله. أما البشر فيطلق عليهم قديسين، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت تعينت يدك ومشورتك أن يكون. مزمور ده نبوءة عن المسيح بالأسماء الثلاثة التي وردت فيه. والقديس بولس الرسول يؤكد أن النبوة دي برضو عن السيد المسيح، ففي خطابه في المجمع اليهودي في أنطاكية البيسيدية في الإصحاح 13 من سفر الأعمال بيوجه الكلام لليهود، يقول لهم إن الله أكمل هذا لنا نحن أولادهم، أولاد آباء الإسرائيليين اللي تبعوهم، إن الله أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني بالتحديد: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. ويقول أيضا معلمنا بولس في الرسالة العبرانيين العدد الإصحاح الأول والعدد 5، يقول: لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. العبارة دي ما تقلتش على ملاك، ولم يكن المسيح ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كائنا متوسطا بين الله وبين الناس، لكنه كان هو الله الذي ظهر في الجسد، لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. نأتي إلى مزمور ثاني، ده المزمور الثاني، نيجي بقى المزمور 24 لداود. مزمور 24 لداود من العدد 7 إلى 10 يقول: ارفعوا أيها الملوك أبوابكم، وارتفعوا أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في الحروب. طبعا المزمور ده نبوءة عن قيامة المسيح الفادي، وعشان كده الكنيسة بتستخدمه في ايه؟ في تمثيلية القيامة، لتعيد القيامة. نفس المزمور ده: ارفعوا ايها الملوك ابوابكم، او افتحوا ايها الملوك ابوابكم، وارتفعوا اياتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. وبعدين بيتساءل: من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار، الرب الجبار في الحروب.
اذا انتقلنا الى مزمور اخر من مزامير داود هو المزمور 45، وده موجود في صلاة الساعة الثالثة من مزامير الساعة الثالثة. يقول فاض قلبي بكلام صالح، نختطف منه بعض حاجات. انت ابرع جمالا من بني البشر، تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار، الشعوب تحتك السطون، كرسيك يا الله الى ظهر ظهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك، احببت البر وابغضت الاثم، من اجل ذلك مسحك الله الهك بدهن الابتهاج اكثر من رفقائك. دعا سلطان المسيح، والعجيب ان بعض الناس ممن يريدون ان يتصيدوا بحسب ظنهم اخطاء للمسيحية، اهو يقول تقلد سيفه على فخذك ايها الجبار. وكأن المسيحية انتصرت بالسيف، لا، السيف ليس معناه السيف المادي، لأن المسيح قرب آلامه وهو في بستان جثماني نهى بطرس عن استخدام السيف حينما ضرب بسيفه اذن عبد رئيس الكهنه وكان يدعى ملخص وقطع اذنه، وعاتبه المسيح ناصحا وقال له رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون بالسيف يهلكون. بان التعصيب، الست تعلم اني كنت استطيع ان اطلب الى ابي فيرسل لي 12 جيش من الملائكة، ولكن كيف تكمل الكتب؟ معجزة المسيحية انها انتشرت بدون سيف، وانتشرت بدون فلسفة، وانتشرت بدون قوة مادية، وانتشرت بدون المال. بقى الله تعمد ان يختار جهلاء العالم ليخذي الحكماء، والفقراء ليخذي الاغنياء، والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود. ليه؟ كان قدامه دول ودول. بولس نفسه اللي قال الكلام ده بيجاوب في حته ثانيه، يقول لكي يكون فضل القوه لله لا منا. لو اللي كرزوا بالمسيحيه او الكارزين الاوائل بالمسيحيه كانوا فلاسفه واغنياء وناس لهم سلطان، كان يبقى المسيحيه انتشرت بفضل هؤلاء، بفضل فلسفتهم، بفضل اموالهم، بفضل جاههم ومركزهم الاجتماعي، انما شويه صيادين. انظروا الفارق العظيم بين واحد زي بطرس ينكر المسيح باقسام وبتجديف قدام مين؟ مش قدام بيلاطس ولا هيرودس، قدام حته جاريه، ويحلف ويجدف على المسيح انا معرفوش. وبعدين نبص نلاقي بطرس هذا بعد ان امتلأ من الروح القدس في يوم 50 مع بقية الرسل والتلاميذ وكل المؤمنين في الكنيسة الاولى، وكان عددهم 120 في ذلك الوقت. شوفوا لقيه بيتكلم زي يوم 50
وبسبب كلماته ينضم إلى الكنيسة 3001. ثم انظروا إليه وهو في موقف الجبان الرعديد الضعيف المنكر لسيده، وبين موقفه وهو بيكلم رؤساء الكهنة بعد ما عمل المعجزة بشفاء المقعد الذي كان يجلس يستعطي عند باب الهيكل الجميل. وقف قدامهم يقول لهم، والحينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، ان كنا نبحث اليوم عن احسان الى انسان ثقيل مريض، بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه انتم، الذي اقامه الله من الاموات، بذاك وقف هذا امامكم صحيح. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، وليس باحد غيره الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نطلب. انت يا بطرس بتقول الكلام ده مش خايف يموتوك؟ لا، كل ده الخوف ده تبدد، شخصية بطرس تغيرت، حل عليها الروح القدس. فالمسيحية لا تؤمن بالعنف، ولم تستخدم سيفا في نشر رسالتها، بل ما حدث انه على مدى قرنين ونصف من الزمان، حوالي 250 سنة، ظلت المسيحية، الكنيسة المسيحية المتواضعة، في حرب مستمرة وحرب ضروس مع الامبراطورية الرومانية، اكبر دولة في العالم في الوقت ده. وبعدين في الاخر انتشرت المسيحية رغم كل هذه الاضطهادات. وربما سمعتم مني قبل ذلك ان شهادة الشهداء واعتراف المعترفين كان اقوى من عمل الخارجين والوعاظ في ذلك الوقت. فمدت الدولة يدها لتصافح الكنيسة المتواضعة، وابتدت الكنيسة تخرج من تحت الارض لفوق الارض، ومن شقوق الارض، ومن المغاير، ومن السراديب، لكي تتعبد لله علانية. مش معناها تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار، لا، في اكثر من معنى للسيف، ومن ضمن المعاني المعنى اللي استخدمه معلمنا بولس في الاصحاح السادس والاخير من رسالته الى اهل افسس: وخذوا لكم سيف الروح الذي هو كلمة الله. وكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. السيف ليس معناه السيف ده، احنا من الامور اللي احنا بنثبت بيها المسيحية النقطة دي، انها انتشرت بدون السيف، بقوة الروح القدس. مين في الدنيا يقول ان واحد امي زي بطرس يتكلم بضع دقائق قليلة جدا؟ انا مرة مسكت الاصحاح الثاني من سفر اعمال الرسل
وعديت كل العزة بتاع بطرس، اظن على ما اذكر الان لقيتها 215 كلمة. قلت الواحد بيتكلم بسرعة كام كلمة في الدقيقة؟ مفيش، دقائق قليلة جدا. وبعدين روح الله يعمل في هؤلاء الناس بسبب كلمات بطرس، ينخصوا في ايه؟ في قلوبهم، وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة. قال لهم توبوا وليعترف كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، لان الموعد هو لكم ولأولادكم. هنا من ضمن الحاجات عن المسيح يقول لي الشعوب تحتك السطون، كرسيك يا الله الى ظهر الظهور. الكلمة دي احنا استخدمناها في لحن رائع من الحان الكنيسة، هو لحن سيكا ثرونوس، ثرونوس اللي منها ثرون بالانجليزي يعني عرش، اللي يعني بيقولوها كرسيك، كرسي كرسيك او عرشك يا الله الى ظهر الظهور. بنقوله في الساعة 11 من يوم 3 البتة، والساعة 12 من يوم الجمعة العظيمة. بنقول اللحن ده اللي بياخد 15 دقيقة تقريبا، تكثرون كرسيك يا الله الى ظهر الظهور. قضيب استقامة هو قضيب منكر، والكنيسة من حكمتها اليوم اللي احنا الساعة 12 ده هندخل، المسيح اسلم الروح ومات على الصليب، ودخلين عشان نحتفل بالدفنة، وبعدين الكنيسة تقول له كرسيك يا الله رغم انك انت مت، ولكن انت حي بلاهوتك ومالئ الكل بلاهوتك، كرسيك يا الله الى ظهر الظهور. قضيب الاستقامة هو قضيب ملك. نيجي المزمور اخر من مزامير داود، هو المزمور 110. يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك، عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط اعدائك، تصبح سيدا يعني تسود، وتسود في وسط اعدائك معك الرياسة في يوم قوتك في بهاء القديسين. اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على تخت ملك صادق، الرب عن يمينه يحكم في يوم رجله ملوكا، يقضي بين الامم ويملأهم جثثا. المزمور ده مزمور ده عن المسيح، وهكمل الكلام وبعدين نعلق التعليق بتاعنا. المسيح اظهر واشار ان المزمور بيخصه. مرة قال للفريسيين ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فان كان داود يدعوه بالروح ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع احد ان يجبه بكذب. نقول الكلام ده تاني، داود في المزمور يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. ده المجد بعد ما ينتهي العالم والمسيح يدين العالم، خلاص هذه النبوءة عن المسيح الممجد. اجلس عن يميني قال الرب لربي، الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك، عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط اعدائك معك الرياسة في يوم قوتك في بهاء القديسين. ما كل ده عم مجيء ثاني،
أقسم الرب ولن يندم، إنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تخت ملكيصادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجله ملوكا، يقضي بين الأمم ويملأهم جثثا. داود يقول، هو احنا عارفين ان المسيح جه من نسل داود حسب الجسد، الجسد اللي خده من العذراء مريم، ده جميل من الاول، من نسل داود حسب الجسد. فالمسيح بيقول للفريسيين، ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ ابن مين؟ قالوا له ابن داود. قال لهم طيب، اذا كان ابن داود فكيف إذا يدعوه داود بالروح ربا؟ فإلا قال الرب لربي، اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه بالروح ربا، فإذا ابن ازاي؟ فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجبه بكلمة. كل دي عن مجد المسيح في النهاية، ودي حاجة نجد تكملتها أو توضحها في سفر الرؤيا. قال الرب لربي، هنا يدعوه أنه رب، ثم يدعوه أنه كائن، أنت هو الكاهن إلى الأبد على تخت ملكيصادق. أنت عارفين أن في وجود البطريرك او الاباء الاسقف بعد المزمور بيسأل الجزء ده، فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لانه جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. اقسم الرب ولن يندم، انك انت هو الكاهن الى الابد على ردة او على تخت ملكيصادق. الكلام ده للمسيح مش للبطرك او الاسقف. اقسم الرب ولن يندم، انك انت هو الكاهن الى الابد على ردة ملكيصادق. وبعدين دعاء للبطرك او الاسقف، الرب عن يمينك، يا ابانا البابا البطريرك او الاسقف او المطران الانبك، الرب عن يمينك، انما الكاهن الى الابد ده المسيح. المزامير مقدمة للإنجيل، وبعديها بنقول مبارك هو الآتي باسم الرب. من هو الآتي باسم الرب؟ ها؟ هو المسيح له المجد. يعني خلي بالكم، الإنجيل وقرأته له وضع متميز في الكنيسة. أولا الكنيسة بتلفت النظر بأوشية الإنجيل. كلمة أوشية يعني صلاة، كلمة إبشي باليوناني وبالإبسي أيضا يعني صلاة، ومنها جت كلمة أوشية. أوشية الإنجيل أو الصلاة اللي بتصرخ الإنجيل بتلفت النظر. سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا، قال لهم إيه؟ طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذان تبصر ايه اهو، ولأذانكم لأنها تسمع، إما لأن أنبياء وملوك كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا. دي بتوع العهد القديم. أما أنتم فطوبى لعيونكم. كل ده مقدمة للإنجيل، مقدمة. وكما قلت في مرة سابقة أن الكنيسة تفرق بين قراءة الرسائل وبين الإنجيل باعتبار الكلام الذي خرج من فم المسيح شخصيا، على الرغم من أن الكتاب المقدس كله هو كلمة الله وموحى بها من الله. فهذه النبوءة هي عن المسيح. وبطرس الرسول في عزة يوم الخمسين يثبت ان النبوة دي برضو بتاع داود كانت عن المسيح، فيقول لان داود لم يصعد الى السماوات، وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا
ومسيح. النبوءة تمت المسيح، كل دي عن أمداد المسيح أو المسيح الممجد في النهاية. طيب يقول له أنت هو الكاهن إلى الأبد على شخص ملكي صادق. طقس يعني نظام أو ترتيب. إيه طقس ملكي صادق ده؟ اشمعنى؟ ملكي صادق اللي تقابل معاه إبراهيم وهو راجع من كثرة الملوك وقدم له عشر من كل الغنائم، اللي بيتكلم عنه القديس بولس في الرسالة العبرانيين كلام في غاية العجب. يقول لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، يعني ملكي صادق هو اللي بارك إبراهيم، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم اللي هو كلمة ملكي صادق، المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، كل دين رموز للمسيح. ماله ملكي صادق ده؟ شوفوا بولس بيقول عليه ايه. بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. ولذلك اما بيقول له انت هو الكاهن الى الابد على رتبة او طقس ملكي صادق، لان الذبائح بتاعت هارون كان الذبائح دموية، أما الذبيحة بتاع ملكي صادق فكانت الخبز والخمر، وده اللي عمل المسيح في العشاء الرباني وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. هو دي ردة ملكي صادق، كهنوة المسيح الذي يقدس الخبز والخمر ليصير جسدا ودما للمسيح إلهي. يتبقى في كلامنا عن المسيح الممجد نبوءة زكريا النبي عن دخول المسيح أورشليم يوم حد الشعانين حد الزعر. يقول في إصحاح 9 عدد 9: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أثان. في نبوة أوضح من كده؟ رغم أن المسيح داخل دخول المنتصرين لكنه وديع في دخوله، وراكبا على حمار وعلى جحش ابن أثان. وعارفين أن النبوة دي تمت المسيح في يوم دخول مدينة أورشليم، وكانت هتافات الشعب اليهودي تدوي أصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب، أصلنا في الأعالي مباركة مملكة أبينا داود الآتي باسم الرب. ابتهجي جدا يا ابن الصهيون، اهتفي اهتفي يا بنت أورشليم، اهتفي اهم بقى اهتفي، مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا لابن داود، وصلنا في الأعالي مباركة مملكة أبينا داود الآتي باسم الرب. كل ده خلى بعض الفريسيين يعترضوا على المسيح وقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك، انتهرهم اشخص فيهم خليهم يبطلوا. فاجابه المسيح وقال لهم: اقول لكم انه ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. ايه معنى ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ؟ معناها ايه؟ معناها ان الامر من فوق،
وليس بإرادة البشر. لو سكت دول الحجارة. وقبل ما ننتقل للنقطة الثانية، النقطة الإيجابية الثانية، ما احنا قلنا ان احنا سنثبت ألوهة المسيح من خلال اربع نقاط. اولا النبوءات اللي تنبأت عنه في العهد القديم. النقطة الثانية ان المسيح اتصف بجميع صفات الله. النقطة الثالثة انه عمل جميع اعمال الله. النقطة الرابعة انه قبل العبادة والسجود من الناس، وده امر ينفرد به الله وحده، للرب اله تسجد واياه وحده تعبد. قبل ما ننتقل للنقطة الثانية من الإثباتات دي، عاوزين نشير إلى ثلاث ادعاءات يثيرها بعض ممن لا يؤمنون بلاهوت المسيح. هنلخصها الثلاث الادعاءات دي. الادعاء الأولاني بيقول النبوات دي اللي احنا قلناها دي وغيرها دي مش على المسيح، امال على مين؟ قال لا، ده على واحد تاني. واحد تاني ده يطلع مين؟ واحد تاني ده بعد المسيح. وزي ما شفنا ان هذه النبوءات تكاد تنطق بسلطة، تكلمت عن كل ناحية من نواحي نسبه وشخصيته وأعماله ومعجزاته وآلامه وخيانة يهوذا والمسيح في قيامته وفي مجده ثم دخول أورشليم. أنا ما أقدرش أعرف إزاي الحاجات دي كلها تنطبق على واحد ثاني. إذا كانت دي كانت على المسيح وهي اللي مليان بيها الإنجيل المقدس. على أي حال احنا مش هنضيع وقت في الرد على الكلام ده. يعني مين اللي ينطبق عليه الولادة من عذراء ان المسيح؟ مين؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا؟ دي تنطبق على مين دي غير المسيح؟ تقديمات المجوس والهدايا بتاعتها تنطبق على مين غير المسيح؟ معجزاته الخارقة واعماله تنطبق على مين غير المسيح؟ دخوله بهذا الوصف يوم احد الشعانين الى اورشليم تنطبق على مين غير المسيح؟ الكلام عن الامه بالتفصيل، ثقبوا يدي ورجلي واحصي كل عظامي، تنطبق على مين غير المسيح؟ على ثيابي يقترعون، حتى على القميص بتاعه زي ما عملوا الجن، تنطبق على مين غير المسيح؟ مش هنضيع وقت، لان ده مش هدفنا من السلسله دي، انما انا بس باشير الى هذا الادعاء مجرد اشاره. الادعاء الثاني يقولوا ان سفر اشعياء ده هو ما هو سفر قانوني. طب اشمعنى اشعياء؟ عشان هو ده اللي مليان بالنبوات عن المسيح وعن آلامه وعن ولادته من عذراء. قالوا ان سفر اشعياء ده لم يعتبره اليهود سفرا قانونيا مقدسا وما سلموهوش للنصارى الا كانت 90 ميلادية. ويؤسفني ان الكلام ده مجرد ادعاءات. الحمد لله ان الارض نفسها نطقت. نطقت ازاي الارض؟ الاكتشافات اللي بدأت تظهر من سنة 1947، يعني من 37 سنة، اكتشافات تمت جنب البحر الميت في حتة اسمها خربة قمران، يعني خرابة. معلش استطرد كده عشان نشوف كيف يظهر الله الحقيقة. المنطقة دي كان فيها بيرعى فيها رعى غنم ولا صغير،
من عادة الرعاة يطلع الغنم بتوعه عارفهم بالعدد وهو يقعد يلعب الواد وهو يسيبهم يفرحوا يدوروا على العشب ياكلوه الاخر قرب المغرب يبتدي يلمهم ويقدهم عشان حاجه تكون تايهه. فالواد عض الخرفان والغنم بتوعه لقاهم ناقصين واحده يروح هنا يروح هنا يروح هنا مفيش. رجع البيت قال لهم طلعوا اثنين رجاله من عيلته يدوروا على الغنماية اللي ناقصه في المنطقة اللي كان بيرعى فيها الولد ده. لقوا حتة فجوة كده في الجبل قال يمكن تكون الغنماية دي يعني انزلقت ودخلت. قعدوا يسمعوا حاجة بتمقمق مفيش. ضربوا بحجر عشان لو في حاجة يعني الحجر يخلي اللي يجرب ينفق يقول اه او يمقمق. ان بصوا لقوا الحجر ارتطم بحاجات وكسرها. ثم صوت حاجة بتتكسر. ابتدوا بقى يوسعوا الفجوة دي. وهنا كانت الاكتشافات العظيمة. العالم كله اهتز ليها. اللي بيسموها مخطوطات البحر الميت. المغارة دي كان فيها بقايا مخلفات جماعة اسمهم الاثينيين عاشوا في المنطقة دي وعاصروا المسيح وتخربت منطقتهم حينما تخربت مدينة اورشليم سنة 70 ميلادية. المهم اللي يهمني في كتب لا حصر لها باللغات الاجنبية وللاسف بالعربي ما فيش حاجة عن المخلفات او مخطوطات البحر الميت بيسموها دادات في صل. من ضمنها وجدوا سفر اشعياء النبي كامل. ويرجع لامتى؟ لسنة 200 قبل ميلاد المسيح. هم بيقولوا ان اليهود ما اعترفوش بيه الا سنة 90 ميلادية. طيب اهو عندنا سفر كامل لاشعياء يرجع تاريخه الى سنة 200 قبل الميلاد. ويعتبر او تعتبر نسخة اشعياء النبي اقدم نسخة في العالم لسفر اشعياء. وهكذا الحجارة نطقت اهي. المسيح كان بيقول لو سكت هؤلاء لنفخت الحجارة. الحمد لله الحجارة نطقت وطلعت لنا سفر اشعياء النبي. اما الادعاء الثالث قالوا ان المسيح لم ينسب الالوهة لنفسه. ما قالش انا هو الله. ما قالش. انما اللي خلق عليه الالوهة او هذه الصفة هو بولس الرسول. ولذلك هم يمقتون بولس الرسول اشر المقت. ونحن نقول ان المسيحيين لم ينسبوا الالوهة للمسيح. ولم يفعل بولس الرسول شيئا مما يتهمونه به. لكن المسيح الالوهة هي اعلان المسيح عن ذاته. وحنتكلم عن دي كلام كثير فيما بعد. وحاجة من اثنين. اما ان المسيح جاي يبقى نبي وانحرف عن دعوته ورسالته واغتر بذاته وادعى لنفسه ما ليس فيه وفي الحالة دي يبقى كذاب ومضل. طب اذا كان كذاب ومضل كيف ايده الله بالمعجزات الكثيرة جدا؟ انا مش عاوز اجيب سيرة حد تاني او استشهد بحاجات تانية. انا كل كلامي من الكتاب المقدس ومن كتاب العهد الجديد بالذات. اذا كان المسيح ما نسبش الالوهة لنفسه يبقى كذاب ومضل. واذا كان كذاب ومضل فكيف ايده الله بالمعجزات؟ واما ان يبقى صادق في كلامه
وفي هذه الحالة ينبغي أننا نصدق كل كلمة من كلماته. نيجي بقى للإدعاء أن بولس هو اللي نسب الألوهة للمسيح. المسيح ما قالش على نفسه اعبدوني أو إننا إله أحد. أولا بولس الرسول لم يؤمن بالمسيح إلا بعد نحو 7 سنين من قيامة المسيح، بعد حوالي 7 سنين. وفي خلال ال7 سنين دول أو 6 أو 7 في خلالهم كان يضطهد الكنيسة بإفراط. هو قال عن نفسه: كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها أو أقربها. وكان بيجرجر المسيحيين للسجون، واشترك في مقتل أول شهيد مسيحي يوم استخنوه. بولس اللي عرف المسيح بعد 7 سنين من قيام المسيحية وظهورها. كانوا في 7 سنين دول الرسل يكرزون بالمسيح الكلمة الذي صار جسدا، وكانوا يكرزون بالمسيح القدوس، وكانوا يكرزون بالمسيح الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، وكانوا يكرزون بأنه ليس بأحد غيره الخلاص زي ما قالنا في كلام بطرس، بل لقد استشهد استخنوه أول شهيد مسيحي من أجل هذا الإيمان المسيح. وفيما كان اليهود يرجمونه كان يصلي ويقول إيه: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ومين اللي بيقبل أرواح العباد؟ قال ربنا: أيها الرب يسوع اقبل روحي. وكأن استفانوس مات من أجل الإيمان، الإيمان ده أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. ده اللي كانوا بيرجموا استفانوس حطوا الثياب بتاعتهم تحت رجلين شاب اسمه شاول. ده كلام ده في آخر الإصحاح 7 من سفر أعمال الرسل، يقول: وأما شاول فكان راضيا بقتله، قتل استفانوس. في الوقت اللي كان بولس اللي هو شاول بيضطهد المسيحية، كانت المسيحية عمالة تنادي بالمسيح المخلص أو المسيح الذي ظهر وأظهر الذي ظهر الذين سبقوا في الرسولية وتتلمذوا على يد السيد المسيح نفسه. تسلم الإيمان ده من الكنيسة، وده اللي بنسميه التسليم الرسولي. في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15 بيقول بولس الرسول: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه، وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به. وبعدين: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. أنا ما جبتلكوش حاجة من عندي، أنا بشرتكم باللي قبلته أنا أيضا. فكأن هذا الإيمان الذي كان ينادي بولس به مش من عنده، إنما هو قبله من الكنيسة وقبله من الرسل الذين قبله في التلمذة للمسيح. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. وحسب الكتب دي يعني الكتب بتاع العهد القديم. وأنه ظهر لصفا اللي هو بطرس، ثم للإثنى عشر، إثنى عشر رسول، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن.
اكثر من 500 واحد اكثرهم باقٍ الى الان وقت ما كان بيكتب لهم الرسالة دي، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كأنه للصقر. الصقر مش الطفل اللي بينزل مولود ولده، الصقر كأنه للصقر ظهر لي انا لاني اصغر الرسل، انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله انا ما انا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل انا تعبت اكثر منهم جميعا، ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي. فسواء انا ام اولئك اللي بيكرجوا غيري، هكذا نكرج وهكذا امنتم. يبقى بولس ما اخترعش ايمان جديد خاص بلاهوت المسيح او بعلوهة المسيح. وفي كورنثوس الاولى الساعة 11 من عدد 23 ل25 بيتكلم عن ممارسة اساسية في الكنيسة المسيحية، الاكثرسية او التناول المقدس او ما يسمونه بالعشاء الرباني. بيقول ايه؟ لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ايه؟ ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لاجلكم، اصنعوا هذا لذكري. كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. فانني تكلمت من الرب، تكلم من الكنيسة اللي بيقول عليها الرب هنا. هنا بيتكلم بولس عن عما نسميه نحن او ما يسمونه العلماء بالتسليم الرسولي. ايه الفرق بين كلام بولس عن العشاء الرباني وبين اللي كتبه متى ومرقس ولوقا في الاناجيل بتاعتهم وكانوا يكرزون به؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ دول رووا القصة بتاعت العشاء الرباني، اما المسيح قد خبز وشكر وبارك وكسر خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، وبين الكلام بتاع بولس لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر الى اخره. وفي كورنثوس الاولى اصحاح 7 عدد 10 هو المؤمنين في مدينة كورنثوس كانوا طرحوا على بولس سؤال من جهة البتولية والزواج ومن جهة المتزوجين انفسهم كيف يسلكوا. يقول ايه؟ واما المتزوجون فأوصيهم لا انا بل الرب ان لا تفارق الماء رجلها. والرب هنا زي ما بيقول زهبيل فم، يعني المسيح، انه بيذكرهم بكلام المسيح عن عدم التطليق، عدم تطليق الزوجة الا بسبب الزنا، ده اللي جاء في الاناجيل. يسميها ايه؟ واما المتزوجون فأوصيهم لا انا بل الرب. نفس الكلام اللي في الانجيل هو اللي بيقوله، هو بيقول في حاجة من عنده حتى انه يتهم ويدعى انه هو الذي خلع على المسيح الالوهة. وبولس كان حريص يقول لا انا بل الرب. الموضوع ده موضوع بحث كبير، بحث ان احنا نثبت ان كل الفرازة بتاع بولس وكل التعليم بتاعته مطابقة لتعليم المسيح التي جاءت في الاناجيل الاربعة. من ضمن الكلام السخيف اللي بيقولوه في ان بولس هو الذي خلع على المسيح صفة الالوهة وبذر بذرتها وبعدين صادفت تلك البذرة ارضا قصبة في عقول اولئك الذين لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت المسيحية،
نقول لهم يا جماعة ريحوا بالكم، المسيحية في بدايتها لم تعرف طريقها الى الفلاسفة ابدا. انتشار المسيحية في البداية كان بين الطبقات الفقيرة والكادحة. انت عارفين الكنيسة كانت بتساعد الناس الفقراء اللي هم اعضائها في الاول ازاي؟ اقرأ في الاصحاح السادس من سفر اعمال الرسل. عارفين كانوا بيساعدوا الفقراء ازاي؟ بيطبخوا طبخة في حلة ويوزعوا الطبيخ. دي الناس فقراء. المسيحية انتشرت اولا بين الجهلاء وبين الفقراء، بين الطبقات الكادحة التي اعتبرها العالم في ذلك الوقت كما مهملا، سواء اليهودية او الوثنية. ده الرجل اللي قعد 38 سنة مرمي عند بركة بيت حزة، والمسيح يقول له اتريد ان تبرأ؟ يقول له ليس لي انسان. هو اتقطع من شجرة؟ لا، ده كان رجل خاطئ، وبدام رجل خاطئ يبقى يستاهل. كان هذا هو معتقد اليهود، ولذلك كانوا بيتهموا المسيح ويقولوا للتلاميذ لماذا ياكل معلمكم ويشرب مع العصارين والخطاة؟ بدام عصارين وخطاة ما حدش يجي ناحيتهم ابدا، سيبوهم ينفلقوا ويموتوا. دول اللي سيبوهم ينفلقوا ويموتوا هم كانوا اول المنضمين الى المسيحية، والمسيحية وجدت طريقها الى هؤلاء الناس الفقراء والكادحين، اول من ضم الى الكنيسة. وانتم عارفين كيف ان المسيح منذ البدء اختار رسل من الجهلاء والفقراء والمزدرة وغير الموجود. بيقول بولس الرسول لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. ثم في نقطة اخيرة تتصل ببولس نفسه. بولس كان فيلسوف، انما ما استخدمش الفلسفة والعلم في الكرازة بتاعته، ولذلك يقول وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع بالفلسفة. اما البرية بولس بل ببرهان الروح والقوة. ايه حكاية القوة دي؟ المسيح قال لهم لا تبرحوا من اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي. القوة دي قوة الروح القدس. يقول لهم وانا لما اتيت اليكم ايها الاخوة في كلام الاهل كورنثوس اتيت ليس بسمو الكلام او الحكمة مناديا بشهادة الله، لاني لم اعزل ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. الصليب ده هو العار وعلامة المحقرة. وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الانسانية المقنع والفلسفة، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون ايمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. واللي يؤكد الكلام ده ان الفلاسفة الوثنيين نظروا الى المسيحية في بدايتها كخرافة دنيئة، خرافة دنيئة. عشان كده بعض هؤلاء الفلاسفة الرواقيين والابيقوريين نقرأ عنهم في الاصحاح 17 من سفر اعمال الرسل، اما بولس وقف يكلمهم في مدينة اثينا في الاريوس باغو يقولوا ايه؟ ترى ماذا يريد هذا المهزار ان يقول؟ بقى بولس لو كان بيكلمهم بالفلسفة قالوا كان يقولوا مهزار كان يبقى واحد منهم، انما ما كانش بيكلمهم بالفلسفة او بكلام الحكمة الانسانية المقنعة. لا، ده احنا الرسالة بتاعتنا اسمى من كده، برهان الروح، الروح القدس والقوة، قوة الروح القدس. المرة اللي جاية ان احب الله وعشنا ننتقل الى الصفة الايجابية الثانية، وهي ان المسيح يتصف بجميع صفات الله. واذا كان بيتصف بجميع صفات الله يبقى مين؟